تجمع بعضها البعض. كيف بتجمع الجراثيم؟ يا اما بشكل مكورات بشكل مفرد مكوره لحالها، يا اما بشكل مزدوجات بنسميها دبلو بروكسي، يا اما بشكل رباعيات بنسميها تفرد، يا اما بتجي بشكل عشوائي فبسموه اصطفاف ستافيلوكوكس، بتكون عناقيد عنب او اصطفاف العشوائي. تاخذ شكل عناقيد عنب بسموها ستافيلوكوكس، الاصطفاف الاخير هي بشكل سلاسل، يعني هاي المكورات اصطفت من بعض البعض تاخذ شكل مهبات مسبخه بسموها ستافيلوكوكس. بكل الصور لما بدي اوصف اي جرثومة خط من الاشكال لازم اوصف بشكله، يعني قول مكوره ولا عصيه ولا ملتوية، لازم اوصف منين هالمكوره، هل هي مكوره تامه الاستداره ولا بنيه ولا ثنائيه؟ لا بنيه او ثنائيه او تامه الاستداره. او بدي اوصف ايضا اصطفافه، يعني كيف متجمعه هالمكورات تحت بعضها البعض. هلا في صفه رابعه بدي اضيفها بعدين، لما اقول ايجابي جرام او سلبي جرام بس اخذ تمرين. هلا احنا عم نحكي بشكل عام عن القسم الاول اللي هو الشكل والاصطفاف. هلا مين بقدر يوصف لي المكورات الموجوده في الصوره الاولى؟ اول شيء عندي مكورات العصيان، مكورات بريكم تعمل الاستداره، تعمل الاستداره، صار عندي تصنيف ثلاثه، اذا هون هذا الاصطفاف اسمه ستريبتوكوكسي، مكورات تعمل الاستداره ومصطفى بشكل عقود. هلا احدهم بيقول لي والله عندي هون مزدوجات، او ممكن اشوف محل ثاني رباعيات، او عندي هون شويه متخبطين طالع حتى لو كلها عقود، مضبوط الساحه ممكن لاقي، ولكن اطلع على الشيء الاشهر الاشمال الاكثر تواجدا بالساحه. طلعوا لي على الصوره الثانيه كمان مكورات العصيان تعمل استداره بالصفات الرئيسيه بشكل عقودي، كمان ما بيمنع انه نشوف سلاسل صغيره او مزدوجات او رباعيات، ولكن طلع بقى المجموعات اكثر هي بشكل عناصر. هاي بسميه مستفيلو هاي صور المشهد الإلكترونية للصفات العقودية والأدبية. نرجع للوصيات، كمان الوصيات هي مدلة، يا أما وصيات ذات نهايات مستديرة، يا أما وصيات ذات نهايات مقطوعة، شايفين مستديرة أو بتنور بوليكول منصورة المشهد الإلكتروني، هاي الوصيات اللي بتنطبق طرفين الشكل. نرجع لصفات الوصيات، الصفات هون اذا العصيات هي الصفات العشوائي هو الاغلب، يعني ما في لها شكل معين. الصفات الثانيه ممكن نشوفها فيه بشكل ستريكتو باسيلي، يعني عصيات بس صافي جنب بعضها البعض اخذ شكل سلاسل. الصفات الاخيره هم يسمى الصفات الاحمر السنيه، هو صراحه خاص بنظام العصيات ستريكتو باكتيريا بكتيريا. شايفين كيف الكتاب السنيه؟ كيف تكون الكتاب السنيه شايفينها؟ بيجي خطوط هي متوازيه بيجي خط عامل مع زاويه، هلا في كتب بتعبر انه صفات تساوي وتزوي، كتب بتعبر انه من دي واكس وواي بالانجلش احرف الدي والاكس وواي، في النهاية عندي عطيات على شكل عندي زوايا وخطوط متوازية، هدول اسمهم العطيات اللي اخذوا من صفات احرف السنية، رح يمر معنا وقت ناخذ كله بعد كل يوم. هلا بالنسبة للملتويات في عندي ثلاث موديلات، في عندي اللولويات، في عندي البنيات، في عندي البوليات. بالصور لاحظين الفرق بيختلف بيناتهم من حيث انتظام الانحناءات وعدد الانحناءات والنهايات. مثلا البول اللولبيات ذات انحناءات منتظمه ولكن قليل العدد نسبيا ونهايات مستقيمه. نجي على البرينيات انحناءاتها اكثر واقل عمقا ولكن منتظمه ايضا ونهاياتها بقول عنها مؤنثه. نجي على وبتجي نهاياتها مستقيمه ومثل ما شايفين انحناءاتها اقل من هلا الاولانيات، اثنين الاولانيات بما ان معنا المحاضرات، احنا رح نركز على البوليات لانه رح تمر معنا بالتعيينات المرضيه. في اما البقيات ما موجوده. هلا الجراثيم اللي عم بحكي عنها لحتى اقدر اوصفها شكلا واصطفافا لازم نمر، لانه ما فينا نشوف الجراثيم بفحص مباشر، كيف بدي اندل على جراثيم فحص مباشر؟ فرضا اخذت من المستعمله جرثوميه، بعرف انه فيها جراثيم وعملت لها استحكام بقدر الضغط، حطيت لها ساتره وبدي اشوفها تحت المشعل. كيف بندل انه فعلا في جراثيم ولا لا؟ حواف كمان كثير صغيره ما رح تبين، شو اللي بدلني على وجودها؟ يعني بين المواد شو هي مواد جراثيم الاصليه؟ تجمعات هيك شوف حركه ابتزازيه برامية كلها بتحرك حركه ابتزازيه برامية بتدل انه في جراثيم بس ما بقدر اوصف هل هي عقديات مكورات هل هي عصيات هل هي ملتويات الاصطفاف احنا ما فيني لحتى وصلت اوصل لهالمواد او صار هاي لازم لون الجراثيم وشكل ما يشبه حتى ما يكون له بطاقه جسميه. بطاقه جسميه ممكن لونها بالفطره يا اما التلوين البسيط المقصود فيه انه يلون ملون واحد.
كل الستايل رح ياخذ نفس المدونة. أنا اخترت اليوم بالقصة كريم، ممكن أحط بنفسية الجانسيون، ممكن أحط أكثر شيء، أي شيء بدكم على بالكم. لما بلون زي القطن كريم كله رح يتكون عندي باللون الأزرق. تلوين الأشياء في عالم الجراثيم الأهم هو تلوين جرام أو تلوين مضاعف. تلوين جرام هو اللي أسمي عالم الجراثيم كله لإجراءات جرام وسلية. رح نشرحه اليوم بشكل نظري بالمقابلة القادمة. طريقة التلوين بتاعتي طريقة تلوين خاص. شوفوا معي تحت المشهد، هلا اي شخصون بدي
من حيات مستديرة إيجابية دي كمان استفافة أول شيء شو؟ فهيك بصير توصيف إله شكله واصطفافه ولونه حسب طبعا في كل معنى كل مرة بعدين شلون نفس الشيء أنا بخفف عليكم إنه هذا الشكل مش عارفين وهذا مش هذا مو كلي هذا نوع خاص بي أو شكل خاص برفيات منظمة ما فيش شكل مثل خاص فهذا شكل خاص يعني في مثلا هذا خاص اليوم أنت رح نطبق التمرين البسيط هو كثير أبسط واللي هون جراثيم تلاقي تلون بنفس اللون ما عندي شيء تلون زهري وشيء تلون بنفس الشيء رح تلون بزرقة مزرين رح تلون استخدم زرقة مزرين وضعها شرفو ميري رح تعلم هلا كيف تلون خضرة ومرة زرقة مزرين مزرين ثانية بعدين بفصل لحتى يروح اللون الأزرق وبعدين بضيفها لحتى تنشف أو بنشفها بين طبقتين محارب وبعدين باخذها على الفحص بنشفها رح نطبق هالشيء على عينة القشرة مفروض من أحد خلقكم هلا أول شيء أهم من هذا كله أنا كيف بدي أوصل لمرحلة التلوين لحتى أوصل لمرحلة التلوين لازم أنا أكون خضرت أو سمر وبضغط لما الدكتور بيبعث لي على المخبر عينة قشرة أو عينة طيح أو مسحة أو عينة بول بدي أشوف إذا فيها مثلا فنتان عينة سائل دماغ مشوكي إيش الدكتور على بالكم؟ لازم أنا أعملها بطاقة شفوية ما فيني أنا أدون بعزة مش على نفسها أو دور والله المستعمرة الموجودة على عينة لازم أنقلها على سلايد بتعرفوا بالدور السلايد هذا سلايد بحط عليه جزء من العينة فعينة قشرة بالأصل هي مائية كيف بدي أخذها من العلبة؟ باستخدام إبرة اللاتين طبعا إبرة اللاتين هاي يعقمها على اللهب لحتى تصير تعمل التوهج بتركها ثواني بتبرد باخذ جزء من العينة من العلبة وبحطها على السلايد على السلايد بقى هون بفرشها منيح لحتى أحصل على طبقة أرق ما يمكن لأن إذا بتركها فوق بعضها الملفات كلها بتكون فوق بعضها الدراسة الوظيفة كثير بتسع بفرشها بشكل جيد بعد ما فرشتها هاي شو بيعمل فيها؟ عقم برجع بعقمها مرة ثانية وبحطها على الطاولة ما صارت عندي بقى موجودات بتركها حتى الجفاف التام بتجف بحرارة الغرفة هلا إذا عندي شيء قلتلي فيه بروح بشتغل وبجرع بلاقيها جفت بعد فترة بشوفها كيف صارت كاملة إذا مستعجلة عليها بحطها على اللهب بمسافة مناسبة بحيث ما تسخن ما تغلي ما تنحرق الموجودات كل شوي بشيك عليها إنه ما تطلع حرارتها تكون زيادة المهم جفت عندي المرحلة الثالثة شو هي؟ هي مرحلة تسبيك لازم هالموجودات تلتصق بشكل جيد بالسلايد لأنه أنا عندي مراحل صب ملون وكب مي وكذا إذا ما كانت ملتصقة في المكان بتكشط وتروح تسبيكها كتير بسيط هذا وش السلايد اللي حطيت عليه العينة مروح على اللهب واحد اثنين ثلاثة هتعملين على اللهب أي رطوبة موجودة أو أي مي راحت البروتينات ثبتت في المكان الجراثيم ثبتت في المكان حطت عندي كل الموجودات في مكانها صارت المضخة عندي جاهزة للتلوين باخذها على أي منمق تلوين بدي إياه تلوين جرام تلوين خاص تلوين سنتون أي شيء بيكتب على رأيي هاي المرحلة لازم يكون فيها كل مراحل تحضير للمضخة كمان مراحل تحضير المضخة الجسمية تجي سؤال متخصص أهم شيء تذكري إنه طريقة أخذ العينة بالإبرة بشكل عقيم وتعقيم الإبرة تجيني مرحلة الجفاف لازم أتركها حتى جفاف التام تجي مرحلة التثبيت على الذهاب هدول العلامات تتوزع على المعلومات طيب بعد ما انا مثل ما حكينا رح اذا بدي اخذ فرضا عينه من مستعمره طبعا انتم شايفين مستعمره اذا ناشفه اذا بدي اخذها احطها على السلايد رح تعطيني شكل ناشف وما تعطيني اي معلومات مفيده للقراءه لازم استحلبها شو قدر المي صغيره بكره رح ندرس هالشيء ان شاء الله ولكن المعلم فقط انه انا المستعمره ما فيني اخذها مثل ما هي هيك ولو فيها سلايد لازم استحلبها بقدر المي كمان بعد ما استحلبها ووزعها بتنفرد الجراثيم بتركها لحتى تنجف بعدين ثبتها ونفس الطريقه انتظار اليوم نحن شلون رح يكون من عينة القشرة مثل ما حكينا هالعينة القشرة بعد ما حضرتها ولونتها تحضير تسبيك تسبيك ثم تلوين بدي اخذها على الدراسة المجمل طبعا بس تخلص التلوين بتكون
هلا هي تبرد لحظات وبعدين تخدي جزء من عيون القشعر وتحطيه على السلايد.
بعد هيك خلي بس وقت كمان بعد جماس على السلايد قد ما فينا، قد ما بنقدر نعملها رقيقة بيكون أحسن، أسرع بالجفاف وأسهل بالفحص. شو عاملين لي ورا شو كمان؟ انتبهي علينا هون. هيك عليها انه ما طلعت حراره ماشي بس الجف بشوفها بالعين المجرده انه ما عاد فيها هلا معان ببين علي انه صارت مت وانه صارت جاهزه للتسليم لا لسه غير زواني أو إذا ما في خوف إنه تكشر مثل ما حكينا لو ثبتنا هيك بمي بمي لحتى يروح الأزرق كلياته تمام هاد محضرين هيك وشو حاولي تحافظي على وشو هاي وشو هل هذا المحضر يترك واقف وقوف هيك لحتى ينشاف يا أما بين كلينكس الطبقتين ضغط بسيط تحت من اسفل فيني مشوا ادمي بس بالوجه من فوق بس ضغط بسيط حتى يمصل الزائد ملون هذول المحضرين بتركوا المجهرين بتكونوا رفقاتكم اللي حضروا هن اللي بحصل اليوم باي